السلام عليكم بنات، اليوم ان شاء الله راح نديرو بيتزا على الطريقه التركيه. يعني بيتزا سهله وبسيطه، مقادير قليله. راح نديرها بالجبن، كاين حبات راح ننوع فيهم. يعني انتي نعطيك الفكره، لكن انتي حشيها باش حبيتي وباش يحبوا الافراد العائله تاعك. عندي هنا زوج كيسان تاع فارينه، راح نعمل كميه قليله وانتي ضعفي المقادير الا حبيتي. عندي هنا بيضه كامله، نص كاس تاع اتاي تاع الزيت. ما عندكش الكاس تاع الاتاي ديري ربع كاس تاع الزيت. عندي هنا مغرفه صغيره معمره مليح تاع خميره الخبز، او مغرفه صغيره ونص. عندي هنا مغرفه صغيره تاع السكر والملح بطبيعه الحال. نبداو بالطريقه مباشره. اذا نبداو بالفرينه والماء دافي باش نلمو العجينه تاعنا. اطفال لهم يعني وليداتنا راهم في مرحله عطله، يعني نوعو لهم شويه يحبوا هذه الماكله، هذه خمن ياكلوها برا. اذا نخلطوا المقادير الجافه مع بعض، من بعد باش ندير الملح على جهه، ندير هذيك الزيت نبصص بها العجينه تاعنا. من بعد ندير حفره في الوسط، ندير هذيك البيضة، ندير عليها كمية تاع الماء يكون دافي ونفتحها. علاش نديرو الطريقة؟ باش هذاك الصفر ما يجيناش في العجينة، يعني باين نقاطي نقاطي صغار. ونبدا نلم في العجينة تاعنا. نبقى نضيف في الماء حتى تلملي العجينة، نتحصلو على عجينة تكون طرية. اذا بعد ما لميتها بهذه الطريقه نحكمها، نديرها امامي وندلكها شويه على الاقل دقيقتين. بعد ما مرت حوالي دقيقتين ها هي جينا معنا. اذا نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها حتى تخمر شويه، ونعاود نرجع لكم ونكمل الوصفه تاع نهار اليوم. خليت العجينه ارتاحت لي حوالي نص ساعه، يعني مش راح تخمر بزاف لان العجينه شويه داك البيض هذا كيتقلها شويه. يعني نحكم العجينة تاعنا تخمر لكن ماشي بزاف. نحكم هذيك العجينة ونقسمها، راح نقسمها على أربعة، يعني هذه الكمية دير لنا أربعة خبزات. حبيتي أكثر طبيعة الحال، يعني ما ندورهمش بزاف، شوية شوية فقط، ضاحك المقادير فقط. اذا نحكم اول وحده ونفتحها امامي، نديرو الفرينه فقط. نوريكم الطريقه كيفاش راح نفتحوا العجينه تاعنا. يعني نفتحوها بشكل بيضاوي. اذا فتحتها، الخبزه الاولى واش راح ندير فيها؟ راح ندير فيها الجبن المبشور فقط. كما تقضي الجبن ديري جبن طري، يعني جبن مثلثات. ندير فيها كامل على الوجه تاعها. مثلا وليدي الاول ما يحبش ياكل الفرماج فقط، راح ندير فيها الا الفرماج، ندير على الوجه وندير في الاطراف بهذه الطريقه. من بعد نبدا نلوي الاطراف فقط بهذه الطريقه، نلويها على زوج خطرات فقط، ونزيد من هذه الجهه ونحكمهم في الاطراف، يعني على شكل قالب. نسيي كيفاش نخبزها شويه. ها هي البيتزا تاعنا، هذه الاولى. الخبزه الثانيه ندير في الاطراف فقط. كما سبقت وذكرت تقدري تجيري جبن طري فقط، انا راه متواجد عندي الجبن المبشور، نديرو في الاطراف. من بعد نلوي بنفس الطريقه على هذاك الجبن هذاك، ونغلق بنفس الطريقه. سي يعني كيفاش نفتحها شويه هكذا باش نتحصلوا على قارب. مثلا هذه الخبزه الثانيه نعمل فيها كميه تاع الطوم ذوق طوماطيش، كما تقدري ديري الطوم تاع ذوق الزيت، صفيه فقط.
اذا نكمل نديرهم كامل في السنيبه، نعاود نرجع كيفاش راح نزينها. هنا مثلا عملت زوج بالفرماج، واحد زوج بالطون. كاين واحد من ولادي ياكل الفرماج فقط، كاين الثاني ياكل الفرماج مع البيض. اذا هذه نزيد لها حبيبه تاع بيض، نفقسوها فقط في الوسط بهذه الطريقه، هذه وهذه حتى هما نزيد لهم البيض. من بعد فقط فوق البياض كما هادوما ما فيهمش الجبن المبشور من الوجه، ندير فوق البياض فقط، ندير شويه تاع الجبن المبشور، نخليهم حوالي يرتاحوا ربع ساعه. وراني شعلت الفرن، على الفرن تاعي يعني الكويزينيا، على 200 درجه تسخن مليح. من بعد ما خليتهم يرتاحوا حوالي ربع ساعه، عندي هنا بيضه كامله خلطتها مليح، ندهن الاطراف فقط وندخلها على 200 درجه حتى تشوفيها طابت لك مليح. عندك يعني فرن مروحه، شعلي من تحت فقط وشعلي المروحه. عندك فرن عادي، شعلي من تحت تشوفيها طابت لك من تحت، شعليها من فوق تتحمر وخرجيها. البيتزا هذا من خرجتها من الكوشه، نخليهم يبردوا شويه ونقدمهم. الوصفه تاع نهار اليوم راهي حاضره معنا، خليتهم بردوا شويه فقط يعني نشوفوا كيفاش يجوا طريين. كما سبق يعني بينت لكم، ديري واش حبيتي. مثلا انا وليدي يحب جبن فقط، واحد منهم يحب جبن والبيض، حنا انا ولا يعني الاب ديالهم درت الطون والبيض، يعني حسب الاختيار. ولادك واش يحبوا ياكلوا عملي لهم، ما لازمش تقيدي بالوصفه. احنا نقسم لكم فقط منها شويه باش يشوفوا. نبداو بتاعنا فقط، لانه الا قسمت للدراري حبه يقول لك لازم تجيبيها لي حبه كامله. اذا نقسم هذه الحبه، بسم الله، ها هي معنا. شوفوا كيفاش تجينا، روعه روعه روعه. يعني الاطراف محشيين بالجبن والحشو اختياري. نتمنى انها تعجبكم الوصفه تاع نهار اليوم، وتطبقوها وتفرحوا بها وليداتكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.